السلام عليكم. النهاردة إن شاء الله هنبدأ بسؤال من أسئلة الامتحان. السؤال بيقول: حدد العلاقة بين ال structures الآتية. أول مركب على اليسار هو cis dichloroethene والتاني trans dichloroethene. احنا فاكرين المرة اللي فاتت لما قلنا ان الايزومرز عملنا التري، وقلنا ان الايزومرز هي مركبات لها same molecular formula لكن different structure، وقلنا ان الايزومرز دي لو كان ليها different connectivity فبنسميها constitutional isomers، ولو كان ليها same connectivity كنا بنسميها stereo isomers، تمام. والستيريو نفسها كنا بنقسمها الى conformational لو كان الايزومرز بتقدر تتحول لبعضها بواسطة الدوران حوالين single bond، او بنسميها configurational. والconfigurational كنا بنقسمها نوعين: enantiomers لو هي mirror image لبعضها، وdiastereomers لو ما كانتش mirror image لبعضها وفيها center ثابت وcenter متحرك، تمام. فاحنا بالنسبة للمركبين اللي قدامنا ليهم ال same molecular formula، تمام، لكن different structure. الكونكتيفيتي هي هي، هنا الكربون الاولى مرتبطة بكلور وطبعا واحدة هيدروجين، الكربون الثانية كلور وهيدروجين، نفس الكلام هنا فلهم سيم كونكتيفيتي، يبقى احنا دخلنا في الستيريو ايزومرز. هل دول بيتحولوا لبعض بواسطة روتيشن حوالين سنجل بوند؟ طبعا لا، دي دبل بوند ما بيحصلش حواليها روتيشن، يبقى دول مش كونفورميشنال، يبقى اكيد كونفيجوريشنال. فلازم نحدد انهي نوع من الكونفيجوريشنال. هل هما ميرور ايمج لبعض؟ يعني احنا لو حطينا ميرور هل ده صوره مرايه لده؟ لا طبعا، لكن الواضح جدا ان في سنتر هنا ثابت، الكربونه دي الكلور الاتجاه اللي فوق، والسنتر الثاني اتحرك، بدل ما كانت الكلور لفوق على اليمين بقت لتحت، تمام. فاكيد دول علاقتهم ببعض انهم diastereomers. فهمنا ازاي نحدد الريليشن ما بين الستركشرز. نيجي على التو ستركشرز اللي على اليمين، هنلاحظ هنا ان الكربونه دي طبعا كايرال كاربون عليها 4 ديفرنت جروبس. هو مش رسم الهيدروجين ومش ضروري يرسمها، احنا عارفين انها موجوده، وطالما ال NH2 للخارج فالهيدروجين اكيد ان هي للداخل حتى لو ما رسمهاش، تمام. فلما نيجي نبص للتو ستركشرز دول هنلاحظ ان الاثنين ميرور ايمج لبعض، نفس المركب وده صورة له، تمام. كمان لما نحدد الـ absolute configuration بالنسبة للكايرال كاربون اللي عندنا، إذا طلعت واحدة R فبالضرورة التانية هتكون S. تعالوا نحدد الـ absolute configuration لكل واحدة عشان نتأكد ان هما mirror image لبعض، وان واحدة فيهم R والتانية S. ادي الكايرال كاربون بتاعتنا، ادي الجروب الاولى NH2، وادي COOH، وادي كربونة عليها هيدروجينتين وكربونة تانية متصلة بيها. الهيدروجين هتاخد رقم واحد، الكربونة اللي عليها اكسجين تبقى رقم اتنين، الكربونة المتصلة بكربونة تبقى رقم تلاتة. هنتحرك من واحد لاتنين لتلاتة، يبقى الدوران هنا S عشان هو انتي كلوكوايز، تمام. والهيدروجين اوريدي موجودة behind the plane، فالرول التانية متحققة. بالنسبة للستركشر اللي على اليمين فأيضا ال NH2 هتاخد رقم واحد، السين مرتبطة بأكسجين هتاخد رقم اتنين، السين مرتبطة بسي تانية هتاخد رقم تلاتة. هنتحرك من واحد لاتنين لتلاتة، بنلف R clockwise، والهيدروجين behind the plane فهي R. يبقى طبعا دول اتنين mirror image لبعض وليهم طبعا absolute configuration R و S. احيانا بنسمي الكيراليتي سنتر بتاعنا انه stereogenic center او stereo center. الستيريو جينيك سنتر او الستيريو سنتر هي اتوم لما بنعمل تبديل لمكان بتاع تو جروبس من المرتبطين بيها بينتج لنا ستيريو ايزمر جديد، تمام. فممكن تكون الستيريو جينيك سنتر ده كربونة او اتوم اخرى، تمام. فمثلا هنا عندنا على اليسار دي كربونة مرتبطة بفور ديفرنت جروبس، لو بدلنا مكان ال H مع ال BR هينتج لنا ستيريو ايزومر جديد، تمام. ايضا النيتروجين هنا مرتبطة بفور ديفرنت جروبس، هي طبعا شايلة بوزيتيف تشارج. ايضا لو بدلنا تو جروبس من اللي هي مرتبطة بيهم، بدلنا المكان بتاعهم، هينتج ستيريو ايزومر جديد. يبقى ال ستيريوجينيك سنتر ممكن يكون SP3 كربون،
ممكن يكون SP2 كربون اللي بتكون موجودة على شكل مثلا سيس وترانس او اي وزد ايزومرز. تمام، فطبعا احنا لسه قايلين ان علاقة السيس بالترانس هما دايستيريمرز. تمام، فوجود سنتر ثابت وسنتر اتحرك حصل تشينج اعطانا ستيريو ايزومر تاني. هل الدوران ده بيحصل تلقائي؟ لا طبعا، احنا بنتكلم على تو ستراكشرز موجودين زي ما هما كده بدون تدخل. هنا عندنا مركب اسمه افيدرين، تمام، وعندنا الاربع ستراكشرز دول، اللي على اليسار خالص اسمه افيدرين، واللي على اليمين خالص اسمه بيسودو افيدرين. تمام، هتلاحظوا ان الاستراكشر للاربعة هو نفسه، الفرق فقط في الاستيريو بتاعتها. تمام، اول مركب على اليسار عايزين نحدد علاقته بالمركب اللي بعده رقم اتنين، ادي مركب رقم واحد وادي المركب رقم اتنين، عايزين نعرف العلاقة ما بينهم. هنلاحظ ان المركب ده هو ميرور ايمج للمركب ده. تمام، طبعا بعض فيكم هيقول ازاي ده ميرور ايمج، انا شايف ان هنا الاو اتش لبره، هنا الاو اتش مرسومه لجوه، السي اتش 3 هنا لجوه، هنا مرسومه لبره. المركب ده ميرور ايمج بس احنا رسمينه بطريقه مختلفه. لاحظوا ان احنا كنا نقدر نرسمه بالطريقه المعتاده بالشكل ده. تمام، كنا هنرسم قصاد ال CH3 CH3 وقصاد النيتروجين في نيتروجين، قصاد الكربون اللي عليها CH3 في الميرور بتاعتها، قصاد ال OH في OH، والحلقة صورة المراية بتاعتها قصادها. تمام، فكنا هنرسمه بالشكل ده، وكانت هتفضل ال OH لبرة وال CH3 لجوه. تمام، احنا عملنا ايه للميرور ايمج ده؟ احنا عملنا له روتيشن 180 درجة فقط. تمام، لفناه 180 درجة. لما لفيناه 180 درجة الحلقة دي جت على اليمين، جت هنا صح؟ بدل ما هي هنا جت هنا صح؟ فلما نلفه 180 درجة ال CH3 اللي كانت جوه هتبقى في اتجاهنا احنا، هتطلع لبره هنا صح كده؟ وال OH اللي كانت لبره هتيجي لجوه. تمام؟ فده الشكل رقم اتنين، هو ميرور ايمج للشكل رقم واحد. احنا فقط بدل ما نرسمه بالطريقة المعتادة رسمناه ولفناه 180 درجة. تمام، فعلاقة المركب ده بالمركب ده هو ميرور ايمج له. تمام، وتقدر ترسم اي ميرور ايمج للمركب اللي فيه كايرال سنترز عندك بانك تقلب الاتجاه بتاع الجروبس اللي على السنتر ده. فهنا او اتش لبره اقلبها وخليها لجوه، سي اتش 3 لجوه اقلبها وخليها لبره، انت كده خلاص رسمت الميرور ايمج بتاعت المركب الاصلي بتاعك. طالما دول ميرور ايمج لبعض فالعلاقه ما بينهم انهم انانشيمرز بالنسبه لبعض. تمام، نيجي بقى نشوف المركب ده اللي هو بيسودو افيدرين. هنلاحظ ايه؟ هنلاحظ ان السنتر اللي عليه الاو اتش لبره ثابت، وحصل ايه للسنتر التاني؟ اتغير، اتغير اتجاهه صح؟ يبقى ايه علاقتهم ببعض؟ اكيد دايستيريمرز. تمام، نشوف الشكل الاخير حصل ايه. السنتر التاني اللي كانت سي اتش لجوه ما زالت لجوه، لكن السنتر الاولاني الاو اتش اللي كانت لبره اصبحت لجوه. يبقى في سنتر ثابت وسنتر اتحرك، يبقى برضو علاقتهم ايه؟ دايستيريمرز لبعض. تمام، يبقى الشكل رقم واحد والشكل رقم تلاتة دايستيريمرز بالنسبة لبعض، الشكل رقم واحد والشكل رقم اربعة دايستيريمرز بالنسبة لبعض، الشكل رقم تلاتة ورقم أربعة إنانشيمرز بالنسبة لبعض. ليه؟ لأنهم ميرور إيمج لبعض. ليه؟ لأن هنا كل سنتر كان موجود عندنا قلبنا اتجاه الجروبس الموجودة عليه، يبقى على طول جبنا الإنانشيمر بتاعه. تمام، فالشكل رقم تلاتة الـ OH كانت لبرة، قلبناها في الشكل رقم أربعة وخلناها لجوه، والـ CH3 كانت لبرة قلبناها وخلناها لجوه، يبقى الشكل رقم تلاتة والشكل رقم أربعة علاقتهم ببعض إنهم إنانشيمرز بالنسبة لبعض. تمام، هنا عندنا مركبات دي جلوكوز وال جلوكوز ودي جلاكتوز، عايزاكم تبصوا عليهم وتشوفوا علاقتهم ببعضهم ايه، فين الانانشيمرز بالنسبة لبعض وفين الدايستيريمرز، وفي الفيديو الجاي ان شاء الله هحلهم معاكم. احنا لحد دلوقتي اخدنا ازاي بنقدر نعين الار والاس للمركبات بتاعتنا،
واخدنا ازاي نحدد ريليشن ما بين الستيريو ايزومرز المختلفة، تمام. وكنا اخدنا ان الكايرال كومباوندز دي كومباوندز بتكون اوبتيكالي اكتف، يعني قلنا انها بتعمل روتيشن للبلين بولاريزد لايت. وقلنا ان ايه كايرال كومباوندز؟ هي مركبات ما بتعملش روتيشن للبلين بولاريزد لايت، يعني اوبتيكالي ان اكتف. وكنا اتكلمنا عن البلاريميتر وعرفنا ازاي بنحدد بيه الاوبتيكال اكتيفيتي. هناخد مثال بسيط على مركب كايرال ومركب اي كايرال. اول مركب معانا هو الميثايل سايكلوهكسين، تمام. ده مركب اي كايرال، فمش هيعمل، فهو اوبتيكالي ان اكتف. اول ما نشوف مركب عنده بلين اوف سيمتري نعرف على طول المركب ده اي كايرال، تمام. فهنا المركب لما احنا بنرسمه ادي سايكلوهكسين وشابك فيها الميثايل جروب، سهل جدا طبعا ان احنا نحط في المكان ده بلين اوف سيمتري، تمام. يقطع المركب الى جزئين متماثلين، يعني هو مستوى تماثل، يمر بالمركب ويقسمه لنصين متماثلين، تمام. طبعا انتوا هنا ممكن تقولوا ان احنا لو حطينا بلين هيبقى فيه من جهة CH3 ومن جهة H. لا، الكلام ده غلط، لان CH3 والH هما الاثنين موجودين على البلين اللي هيقطع المركب لنصين متماثلين، تمام. فالبلين بيكون مارر بيهم هما الاثنين، تمام. نيجي للمركب الثاني، اثنين ميثايل سايكلوهكسانون، فادي سايكلوهكسانون وعند الكربونة رقم 2 موجود ميثايل جروب. طبعا هنا ما نقدرش نحط في اي مكان بلين اوف سيمتري، فالمركب ده كايرال. الحاجات اللي لازم تعرفوها عن المركبات الاي كايرال انها بتحتوي بلين اوف سيمتري، والمركبات دي ما بيكون لهاش ميرور ايمج. تقدروا تخيلوها زي بوتل كده، الميرور ايمج بتاعها ما يفرقش اصلا اي حاجة عنها، ولو لفيتوا الميرور ايمج 180 درجة برضو الشكل الناتج هيطابق تماما الشكل الاصلي، فهي ملهاش ميرور ايمج اصلا، تمام. المركب اللي على اليمين ده ادي كربونة متصلة باربع مجموعات، لكن هنا في هيدروجين. طبعا هنا لما ما نكتبش حاجة قصدنا بيها CH3 طبعا ميثايل جروب. هنا وجود التو هيدروجين ممكن يخلينا نقدر نحط بلين على مستوى سطح الورقة. البلين ده هيمر بالكربون CH3 وهيكون واحدة من ال H's out of plane والتانية behind the plane، تمام. فالمركب اللي له plane of symmetry ملهوش اصلا mirror image، تمام، وبيكون A chiral، تمام. هنا برضو هنشوف مركب 1-2 cis dichloro cyclo بنتين. فطبعا هنا سهل جدا ان احنا نرسم بلين اوف سيمتري، يبقى على طول المركب ده هيكون اي كايرال، يعني اوبتيكالي ان اكتف، يعني لما نحطه في البولاريميتر مش هيدور الضوء المستقطب. اما بالنسبه للترانس فورم فطبعا ده ما نقدرش نحط فيه اي بلين اوف سيمتري، وطبعا هيكون له ميرور ايمج وهيكون كايرال، تمام. احنا كنا من شويه اتكلمنا عن الاستيريوجينيك سنترز او الكيراليتي سنترز، وقلنا ان في اتومز ممكن تكون كيرال سنتر بخلاف الكربون. فمثلا الفوسفورس ان فوسفينز بنلاحظ ان الفوسفورس متصله بثلاثه جروبس لكن عندها لون بير اوف الكترونز، وبتقدر يكون لها طبعا انانشيمر او ميرور ايمج ليها، والانتقال ما بين المركب وصورته بيكون سلو، فبنقدر ان احنا نعمل ايزوليشن للانانشيمرز، وبالتالي المركبات دي بتكون كايرال. كمان السلفر ان سلفوكسايد، فهنا السلفر مرتبطة بالاكسجين وفي تو جروبس وفي لون بير اوف الكترونز. ايضا المركبات دي وصورة المراية بتاعتها الانانشيمرز بتاعتها تتحول لبعضها ببطء، وبالتالي بيمكن فصل الانانشيمرز عن بعضها. النيتروجين ان امينز، بسبب ان التحول ما بين الشكل الاصلي والصورة بتاعته بيكون very fast، سريع جدا، فما بنقدرش نفصل التو انانشيمرز عن بعضهم، عشان كده المركبات دي بيكون اي كايرال، ما بنقدرش ان احنا نفصل التو انانشيمرز عن بعضهم، تمام. السيليك بيكون المركبات بتاعته كايرال وليها انانشيمرز يمكن فصلها عن بعضها. طيب هنفترض ان احنا جبنا 2 انانشيمرز كمية متساوية من كل واحد،
وخلطناهم مع بعض. تمام، هينتج لنا ايه؟ هينتج لنا racemic mixture. ايه هو racemic mixture؟ هو equal amount of two enantiomers، ونقدر نسميه اسم تاني racemate. تمام، racemic mixture ده بيكون optically inactive. تمام، بسبب ايه؟ بسبب ان في واحد من الانانشيومرز هيعمل دوران للضوء المستقطب في اتجاه، والانانشيومر بتاعه التاني هيعكس دوران الضوء المستقطب في الاتجاه الاخر، فتكون النتيجة طالما احنا حاطين كمية متساوية من الاتنين ان الضوء مش هيحصل له اي تدوير. بعد كده عندنا تعريف الاسبيسيفيك روتيشن، ودي بنديها الرمز الفا بنحطها بين اقواس، وبنحسبها بالقانون انها بتساوي ال observed rotation اللي رمزه ألفا بدون أقواس مقسوم على L في C، وال L هي ال length بتاعة ال sample tube، وال C ال concentration بتاع العينة بتاعتنا، بيكون ال concentration بالجرام بير ملي لتر، وال length بالدي سي متر. فممكن نشوف سؤال امتحان بيقول when one of the enantiomers of 2 butanol is placed in polarimeter. تمام، the observed rotation اللي هي الفا is 4.05 degree counterclockwise. طالما قال counterclockwise يعني لفت عكس عقارب الساعة، يبقى الفا دي بتساوي سالب 4.05 مش 4.05 فقط. تمام، the solution was made by diluting 6 جرام of 2 butanol to a total of 40 ملي. دوبنا 6 جرام في 40 ملي فادي concentration بتاعنا، and the solution was placed into 200 millimeter polarimeter tube، فده طول التيوب هنا موجود بالمليمتر نحوله للديسيمتر. determine the specific rotation، على طول تطبيق مباشر في القانون، يبقى نكتب ان ال specific rotation بتساوي الفا على L times C. الفا عندنا بسالب 4.05 مقسومة على اللينس، اللينس عندنا هنا 200 ملي متر، الواحد دي سي متر بيساوي 100 ملي متر، يبقى ال 200 ملي متر هي عبارة عن 2 دي سي مضروبة في الكونسنتريشن اللي هو بالجرام بير ملي، يبقى مضروبة في 6 على 40. تمام، فيطلع الناتج ماينس 13.5. هنيجي بعد كده لتعريف الاوبتيكال بيوريتي، بنرمز لها برمز EE اختصارا لكلمة enantiomeric excess. والاوبتيكال بيوريتي او الانانشيوميريك اكسس هو قياس لقد ايه انانشيومر موجود زيادة عن الانانشيومر التاني داخل الراسيميك ميكستشر. يعني مش دايما بنحضر راسيميك ميكستشر يكون 50-50. تمام، احيانا ممكن واحد فيهم يكون بيمثل 75% والتاني 25% فقط. تمام، فلما يكون عندنا racemic mixture وعايزين نعرف واحد من الانانشيومرز موجود قد ايه اكتر من التاني، فبنجيب الفرق بين نسبة الاتنين، فنجيب ال percent بتاع one enantiomer نطرح منه ال percent بتاع the other enantiomer يطلع لنا ال enantiomeric excess. فمثلا لو عندنا mixture في 75% of one enantiomer و 25% من الانانشيومر التاني، يبقى الانانشيوميريك اكسس هو ايه؟ هو الفرق بين الاتنين، 75% ناقص 25 يطلع لنا 50، يعني ده ازيد من ده ب 50%. صح؟ تمام، في طريقة تانية لحساب الانانشيوميريك اكسس عن طريق استخدام الاسبيسيفيك روتيشن. فنقدر نحسب الانانشيوميريك اكسس عن طريق ان احنا نقسم الاسبيسيفيك روتيشن بتاع الميكستشر على الاسبيسيفيك روتيشن بتاع البيور انانشيومر ونضرب في 100. تمام، هناخد مثال، عندنا هنا ليمونين اس اس ماينس ليمونين جايبينه من الليمون، و ار بلس ليمونين فروم اورنج. طبعا الاس ليمونين والار ليمونين انانشيومرز البعض، ده بيدور الضوء سالب 123 دجري، وده بيدور الضوء برضو 123 لكن في الاتجاه الموجب. تمام، خدنا التو انانشيومرز وعملنا منهم ميكستشر وعايزين نحسب الانانشيوميريك اكسس. احنا كنا قسنا السبيسيفيك روتيشن بتاع البيور انانشيومر كان 123. تمام،
الـ observed rotation بتاعت المكستشر لقيناها انها موجب 109، هي موجب يبقى اكيد الاكسس كان من الانانشيمر الموجب، تمام، اللي دور الضوء في اتجاه الموجب، تمام. قسمنا الـ observed rotation على الـ pure وضربنا في 100، فقسمنا 109 على 123 ونضرب في 100 يطلع لنا 88.6%، دي اللي بتمثل الـ enantiomeric excess. فإذا كان ده الإكسس فبقيت المكسشر، بقيت 100% لازم يكون راسمك، تمام، يعني بقيت المحلول هيكون راسمك من التو انانشيمرز مع بعض، تمام. يبقى إذا لو حبينا نحسب كمية الانانشيمر الموجب في المحلول كله هناخد نص الراسمك نجمعه مع الانانشيمريك إكسس الخاص بالموجب، هيطلع انه موجود فعليا بنسبة 94.3%، تمام، يعني 11.4 نقسمها على 2 يطلع لنا 5.7، نجمع 5.7 مع 88.6 يطلع لنا 94.3، دي تكون النسبة الفعلية للإنانشيمر اللي بيدور الضوء في اتجاه الموجب الموجود في الرسمك ميكتشر اللي عندنا. في الفيديو الجاي ان شاء الله هناخد عملية فصل الانانشيمرز اللي احنا بنسميها ريزوليوشن، وهنعرف الطرق ان شاء الله اللي احنا بيها بنقدر نفصل الانانشيمرز عن بعضها.